في النمو والقدرات الذهنية وحاجات تانية كتير. زواج الأقارب يعني البحوث الطبية دايما بتتكلم عنه وبتوصي ان احنا يعني ايه نبعد على قد ما نقدر، نبعد علشان الأمراض اللي بتيجي للأطفال أكبر بكتير مما نتوقع. وده العلم اللي قاله، احنا مش بنجيب حاجة من عندنا، ده العلم اللي قاله. خلينا نتعرف على تفاصيل عن هذا التقرير بصحبتنا الدكتورة وسام السعيد شرف الدين، مدرس الوراثة الجزيئية في المركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتورة. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني يمكن زي ما كان زميلي مصطفى بيقول ان احنا طول الوقت بنتكلم عن الابحاث اللي بتتكلم عن التاثير السلبي لزواج الاقارب، لكن احنا حابين نعرف ايه هو التاثير السلبي ده ونفهم الناس ليه، يعني ده جاي منين اصلا، يعني ليه احنا في كل شويه بنطلع في الحلقات نتكلم انه يا جماعه بلاش زواج الاقارب، مش كويس، بيسبب امراض. تمام يا فندم. هو الفكرة باختصار إن الأمراض الوراثية بصورة أساسية بتنقسم لنوعين، نوع سائد ونوع متنحي. السائد ده هو بصراحة ملوش علاقة بزواج الأقارب. هو السائد ده علشان يظهر هو كل جين اثنينه موجود منه نسختين، نسخة من الأب ونسخة من الأم. فالأمراض الوراثية السائدة علشان تظهر بيبقى نسخة واحدة بس هي اللي فيها الطفره، او هي بنقول عليها النسخه المعيبه. لكن في حاله الوراثيه المتنحيه لازم النسختين يبقى فيهم الطفره، النسخه اللي الطفل واخدها من باباه والنسخه اللي واخدها من مامته. ففي الحاله دي الاب والام بيبقوا حاملين للمرض لكن ظاهر عليهم اي اعراض خالص. المشكله بتحصل امتى بقى؟ لو هما الاثنين كل واحد فيهم ورث النسخة المعيبة اللي عنده لابنه أو بنته، ففي الحالة دي بتظهر الأعراض، وده بيبقى مرتبط بتأثير القرايب. هحاول أبقى يعني أوضحها للسادة المشاهدين باختصار أو ببساطة. أيوة. إنه لو الفكرة ليه دايما الأمراض الوراثية المتنحية بتبقى مرتبطة بزواج القرايب؟ أيوة. عشان غالبا دي بتبقى مصاحبة، إنه طفرة بتحصل لشخص معين وليكن مثلا الجد او الجده، انا افترضت جدا. تمام. ان في سيده ما حصل عندها طفره في نسخه واحده النسختين اللي عندها الجين واحد. السيده دي لما تزوجت وخلفت هنفرض انها جابت ولد وبنت او جابت بنتين، خلينا نقول جابت بنتين. وللاسف البنتين دول خدوا النسخه المعيبه من والدتهم. وبعدين البنتين دول الاثنين اتجوزوا وخلفوا، فواحده جابت ولد وواحده جابت بنت، وبالصدفه الولد والبنت دول الاثنين خدوا النسخه المعيبه من امهاتهم. أيوة. اللي امهاتهم واخدينها من امهم. أيوة. اللي هي بنقول عليها في الحاله دي كومن انسيستور، المصطلح العلمي ليها كومن انسيستور. أيوة. والاثنين دول لما اتجوزوا كل واحد فيهم بقى عنده نسخه معيبه الاثنين واخدينها من نفس المصدر. فاهمني حضرتك او واصله لحضراتكم الصوره؟ ايوه. فالاثنين كل واحد فيهم ادى النسخه المعيبه للطفل او الطفله اللي جابوها. فبيتفاقم هذا العيب وبيوصل لنوع الاعاقه الذهني او الاعاقه الحركه. مش بيتفاقم، هو بيظهر المرض. يعني هو سواء الجده اللي حصل عندها طفره في نسخه واحده من الجين او بناتها او ولادهم اللي يعني كل واحد احنا كمان بنتكلم انه مش شرط يورثوه لاولادهم، ده ممكن لاحفادهم. هي ما بتبقاش لاولادهم، ما هو اولادهم اخرهم هياخدوا نسخه واحده. ما هو الولد او البنت هو اخره هياخد نسخه واحده من مامته ونسخه واحده من باباه. فلو الطفره حصلت في الام مثلا اخره هياخد نسخه واحده. أي. المشكله بتحصل امتى بقى؟ لما اثنين واخدين النسخه المعيبه من نفس الشخص اللي هو بيبقى احد الاتلاف، الجد او الجده، ويتجوزوا فهم الاثنين يدوها لابنهم او بنتهم. فبالتالي بيظهر الاعراض. وانا هنا يمكن حبيت اخلي المثل على الام، ان الطفره حصلت في الجده وورثتها لبناتها، لان احنا دايما يعني في حاجه احنا بنسمعها عندنا في المركز هي ملهاش اي علاقه، هي عاريه من الصحه تماما وبنسمعها كتير. بيفتكروا انه المرض الوراثي المتنحي لازم يجي من ناحيه الاب، يعني لو الزواج من ناحيه الاب. تمام. الموضوع ملوش علاقه خالص، يعني اب او ام ما بتفرقش.
طب انا عايز اسال يعني، انا عايز اسال على تقنيه التصويب الجيني، هل ممكن تغير حاجه؟ هل ممكن تمنع الاصابه بامراض تانية ولا الامر بيتوقف عند ده؟ يعني انا النهارده عندي حاله وزواج اقارب ووصلت ان انا بحب بنت خالتي وخلاص هتجوزها وحصل حاجه زي كده، هل في علاج لده ولا العلم توقف؟ طيب هقول لحضرتك زي ما حضرتك بتقول، هو بس هي النصيحه اللي نقدر نوجهها يا جماعه، يعني ما تشجعوش ولادكم على جواز الاراضي. تمام. انا فاهمه انه لازم هيحصل، بس ده هو في جدات تقول لك انت هتتجوز بنت عمك او انت هتتجوز بنت خالتك. لا والريف دايما عندنا بلاش نشجع. احنا كاهل في جزء كبير مننا خصوصا في الارياف والصعيد، لا هو بيشجع ابنه او بنته يتجوز قريب، بيشجعوهم على كده. حصل. في فرق انه هم اللي عندهم الرغبه ومصرين، مش فرق ان الاهل هم اللي بيدفعوهم حتى لو الرغبه دي مش موجوده. ايه هو التصويب الجيني يا دكتور؟ نعم؟ التصويب الجيني. التصويب الجيني، هاجي لحضرتك في الكلام. التصويب الجيني مش طريقه للمنع. انا ممكن اقول لحضرتك ايه الطرق اللي ممكن نمنع بيها، يعني في طرق ممكن نحد بيها. انا عشان انا بس عشان معايا 3 دقايق وعايز يعني كذا حاجه، عندي تصويب الجيني وعندي الادويه وعندي كذا حاجه، فانا عايز. تمام. اتفضلي. طيب هو التصويب الجيني ايه؟ بقول لحضرتك الامراض دي بتنشا بسبب طفره، تخطيط التصويب الجيني فتحنا الامل ان احنا نصلح الطفره دي. ايوه. تبدل الطفره اللي سببت الخلل. فدي هتبقى وسيله من وسائل العلاج، وهي حاليا في دلوقتي طبعا الابحاث وفي العديد من التجارب الاكلينيكيه، لكن ان شاء الله احنا نعمل ان التجارب دي تنجح ونقدر نطبقها. هي التصويب الجيني يعتبر حاجه مور ادفانسد عن العلاج الجيني او نوع ادفانسد العلاج بالجينات، بس ميزه التصويب الجيني انه انا بدخل في المكان اللي فيه الخلل بالظبط واعدله. الله عليك. جميل. يعني في فرق شويه. ايوه. فالعلاج الجيني طبعا في علاجات بالجينات بدات تبقى موجوده في الاسواق. ده موجود في مصر؟ ده موجود في مصر وبسعر مناسب؟ لا، لازم اقول لحضرتك العلاج الجيني طبعا غالي جدا. طبعا. يعني مثلا ممكن من الحاجات اللي اعتقد الناس كلها تبقى سامعاها وغير مضمون، يعني احنا بنتكلم على حاجه انت ما تقدرش تعرف في الاول وفي الاخر يعني نتيجتها ايه. احنا بنتكلم على ناس اصحاء جدا وفي الاخر برضو ما فيش حاجه مضمونه يعني في الاول وفي الاخر، لكن احنا بنتجنب وبنبعد على قد ما نقدر عن الشبهات زي ما بيقولوا، ان احنا نعرض نفسنا او يمكن اولادنا ان يكون عندهم اي مشاكل في المستقبل. كان نفسنا نتعرف على تفاصيل اكتر من الدكتوره وسام. دكتوره وسام السعيد شرف الدين، مدرس الوراثه الجينيه الجزيئيه في المعهد القومي للبحوث، نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا ليكي.